السلام عليكم ورحمه الله نتابع معكم الحديث الثامن والعشرين من سلسله حديث الاربعين النوويه عن ابي نجيح العرباض بن ساريه رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا قال اوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله